بالمسيرة التنموية التي أرادها صاحب الجلالة نصر الله للمناطق الجنوبية عبر تنزيل نموذج تنموي جديد منذ سنة أواخر سنة 2016، واللي أعطى فيه صاحب الجلالة نصر الله أهمية كبرى للشق الثقافي. واليوم نحن نستمر في نفس النهج، ومجلس جهات قريمي موادنون بشراكة مع وزارة مع السيد وزير الثقافة والشباب والتواصل تم التوقيع على اتفاقية تمويل وإطار مهمة بمبلغ 312 مليون ديال الدرهم. هذه الاتفاقية نعتبرها من الاتفاقيات التي أو من المشاريع الكبرى التي أو من مخرجات المخطط التنموي الجهوي، والتي سوف تشمل جميع المجالات الترابية داخل الجهة وعلى رأسها المحبس، وفيها عدد من المحاور ابتداء من محور إحداث مراكز سوسيو ثقافية، إحداث دور الشباب، إحداث حدائق للأطفال، إحداث أيضا مراكز للنساء، التنشيط والتنمية الثقافية داخل المنطقة داخل المدار الجهوي. بالتالي هذه من الاتفاقيات الكبرى التي تسهر عليها الجهة بشراكة مع القطاعات الوزارية المهمة. كانت أيضا فرصة لتوقيع على اتفاقية ثانية تهتم بتجهيز المركز السوسيو ثقافي الذي تسهر على بنائه وكالة الجنوب، ومبلغ التجهيز هو تقريبا 8 ملايين درهم بشراكة ما بين الجهة والوزارة وبطبيعة الحال جماعة المحبس والمجلس الإقليمي لأسازاك. نعتبر أن هذه كلها خطوات زاهر للمحبس ولأسازاك ولجهة إقليمي موادنون. شكرا.